مباراة لاعبين ومباراة رياض محرز. محرز 99% إذا كان في التشكيلة الأساسية اليوم. جمال بالماضي لم يريد أن يعطي إجابة شافية هل سيكون محرز أساسيا أم احتياطيا، لكن أغلب الظن أنه سيكون أساسيا. أعتقد أيضا بأنها مباراة رياض محرز من أجل رد الاعتبار لنفسه، لا نريد منه أن يرد على الناس وعلى الجماهير وعلى المحللين بتلك الطريقة، يضع أصبعيه على في أذنيه ويعني يقول بأننا نلعب من أجل عائلاتنا ومن هذا الكلام. يجب أن لا يتلفظ به قائد منتخب، يجب على قائد المنتخب أن يرد فوق أرضية الميدان. ومباراة موريتانيا فرصة سانحة من أجل أن يسجل أهداف، أن يقدم تمريرات، أن يظهر بشكل أفضل لعدة عوامل أبرزها لعب على الساعة 9 ليلا، تواضع المنافس مع احترامنا لمنتخب موريتانيا، وكذلك يجب أن يرد الجميل لمدربه الذي يتلقى السهام كل أسبوع على صدره من أجل رياض محرز، الجميع يطالبه بإبعاده، يجب على رياض محرز أن يرد الجميل بالماضي. أنا كنت قلت لما ذكرت الكلمات ذكرت عمورة، ولكن رياض محرز أيضا هي مقابلة رياض محرز. نعم. لأن رياض محرز بكل تاريخه مع المنتخب الوطني وبكل ثقة اللي منحها له الناخب الوطني، خاصة بعد الانتقادات وانتقادات مشروعة من قبل المتتبعين، أنا أظن أن تصريحه في بعد اللقاء ما جاش في وقته. أنا نفضل رياض محرز يكون الرد غدا إن شاء الله من موريتانيا، لأنه بصالح العبارة لديه كل إمكانيات ولديه مجموعة اللي واقفة معه. كان الناخب الوطني اليوم في الندوة الصحفية تكلم على نقطة مهمة، قال عندي ثقة فيه وكل مجموعة عندها ثقة في رياض محرز. أنا أظن الشطر الثاني من الإجابة عنده أهمية كبيرة، لأن البعض تكلم على أن فيه بعض لاعبين رفضوا أنهم يبقوا في الاحتياط ورياض محرز يلعب، فيه كلام قيل، ولكن أنا أظن رياض محرز غدا أمام فرصة لا تعوض. نعم. حتى ممكن تكون انطلاقة جديدة. أمين إذا سمحت لي نروح فقط إلى المؤتمر الصحفي لجمال بالماضي، نستمع للكوتش وما قاله عن رياض ثم نعود. I don't want you, don't anyone to forget what Riyad is able to do. لا أريد أن ينسى أي واحد ما يمكن لرياض محرز القيام به. نعم بالطبع أنا متفق على حقيقة أن المباراتين الأخيرتين لن تكون أفضل مباراتين يقدمهما مع المنتخب الوطني، لكن لا تقضوا عليه مبكرا. قبل 4 أشهر كان بطل أوروبا. بخصوص ما سأفعله في مباراة الثلاثاء يبدو أنكم لا تعرفونني، لأني لا أقدم أي معلومات في هذا الشأن. قد يكون أساسيا في المباراة وقد يكون على مقاعد الاحتياط، هذا لا يهم. الأهم هو أن يكون المنتخب قادرا على الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. هو قائدنا وهو يعلم ما يتعين عليه فعله. أعلم أن شكوكا كثيرة تحوم حوله، هو متعود على هذه الأمور وعلى الضغط، لدي ثقة تامة فيه والمجموعة كلها تثق فيه ثقة كاملة. من شابير تتوقع انتفاضة من محرز غدا إن شاء الله؟ شوف فرق بين توقع وبين ما أتمناه والمنطقي. نعم. المنطقي أنه رياض محرز يجلس على دكة البدلاء، لأنه المنتخب الوطني وقالها في يوم من الأيام الناخب الوطني جمال الماضي ماشي عرس نعرضه الجميع، الأجهز والأكثر استعدادا والأحسن هو الذي يلعب. نعم. كم تحتاج كمدرب في دورة مغلقة فيها على أكثر تقدير 7 مباريات لتحكم على مستوى لاعب أكثر من مباراتين؟ في مباراتين رياض محرز للأسف مع احترامي لرياض محرز ومستواه وتاريخه كان عالة على المنتخب، كان شبه غائب. المشكل أنه كنا نعاني دائما من جهة رياض محرز لأنه لا يؤدي لا هجوميا ولا دفاعيا، لم يكن يفيدنا لا هجوميا ولا دفاعيا. هذه الحقيقة المرة التي يجب علينا أن نتقبلها. الآن من الممكن أنه غدا رياض محرز يشترك كأساسي ويقدم مباراة في أعلى مستوى ويكون أحسن لاعب ويحسم نقاط اللقاء ونتأهل بفضل رياض محرز، ولكن هذا سيكون ظلما لبقية اللاعبين. هناك لاعبون يا أخي العزيز مثلا بوداوي إلى غاية الآن لا نفهم لماذا يصر الناخب الوطني على إبقاء هذا الجوهرة، بهذا التعبير جوهر بوداوي، إبقائه على دكة البدلاء رغم أنه أعطى انطباعا رائعا في مباراة موزمبيق وغير موازين اللقاء وأعطى التوازن لوسط الميدان أمام الموزمبيق بعد دخوله. الآن إذا دخل رياض محرز أنا لن تكون مفاجأة بالنسبة إلي نظرا للطريقة التي يفكر بها الناخب الوطني جمال الماضي، وهو حر في خياراته، تبقى خياراته عليه أن يتحمل المسؤولية، ولكن أتحدث عن رأيي. نعم. من الأصدر أن يجلس محرز على دكة البدلاء مقابل دخول أدم الناس مثلا على الجهة اليمنى، عمورة على الجهة اليسرى، بالليل كصانع لاعب وراء بونجاح، في وسط الميدان عندك بن طالب بوداوي، والدفاع
نعرفه كامل، وحارس المرمى أيضا بهذه التشكيلة أنا أرى أننا قادرون على الفوز بأكثر من هدفين على منتخب موريتانيا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، شكرا جزيلا لك أمين. تحدث عن رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري الذي عانى من ضغوط رهيبة، عانى من انتقادات كبيرة، انتقادات كانت في محلها قاسي السعيدي أن محرز لم يقدم أي شيء في المباراتين السابقتين، هل تتوقع منه أن يخرج محرز السيتي الذي بداخله؟ قبل ما نتكلم على محرز نعقب على كلام تاع أمين. أعطانا تشكيلة تاع المنتخب الوطني في البلاطو، سهلة أمين باش تم تشكيلة، لازم تكون عايش معاهم الداخل باش تشوف الحالة تاع اللاعبين، يعني من السهل أي مناصر يقدم يمد تشكيلة. نوليو لرياض محرز، أنا نستنى منه غدوة انتفاضة ورد الاعتبار لنفسه والمنتخب الوطني والشعب الجزائري. لماذا؟ شفت قنوات مصرية محمد انتقادات كبيرة كبيرة جدا ضد محمد صلاح، وشفت الرد تاع محمد صلاح في ندوة صحفية اللي قال من حقهم ينتقدوني وأنا أحترم الرأي تاع الشعب المصري لأني ما قدمت ولا شيء في هذه المقابلاتين هذوما، أحترمهم. عكس رياض محرز اللي رد بطريقة كيش يقولوا ابتزازية. نظن باللي هنايا كان خطأ في الكومونيكاسيون تاع رياض محرز، ولكن راني نستنى منه غدوة إن شاء الله إذا كان لاعب دخل أساسي نستنى تكون انتفاضة منه، لأنه شكون نستنى؟ رياض محرز القائد تاع المنتخب، القائد الفني، رياض محرز تاع مانشستر سيتي، رياض محرز اللي فاز برابطة الأبطال. يا صاحبي اليوم غدوة نسحقوك إذا ما شبرناكش غدوة، وقتاش نصيبوك؟ خاصة أن محرز في أواخر مسيرته مع المنتخب الوطني، ربما سيلعب هذه الكان وربما الكان القادمة أو التي بعدها ثم يتوقف عن اللعب، بعضهم يلمح بأنه محرز ربما سيعتزل مباشرة بعد هذه الكان. أنا أعرف بأن اللاعبين ما أعلموا أنه أن اللاعبين الذين يقتربون من الاعتزال يبذلون مجهودات أكبر من أجل الخروج من الباب الواسع. حرام أن رياض محرز بهاته المسيرة الكبيرة والطويلة والعريضة والأهداف الكثيرة والتمريرات الساحرة والمراوغات والكنترولات يخرج من النافذة ويخرج من الباب الضيق. أنا شخصيا لا أتمنى لهذا اللاعب، ولا واحد من الشعب الجزائري يتمنى الشر لرياض محرز، ولكن عندما نقول بأن محرز لم يؤدي جيدا فهذا لأننا نحب رياض محرز. وأنا قلتها في الحصة الماضية، أفضل شيء للحفاظ على رياض محرز ولحماية رياض محرز في الوقت الراهن هو وضعه في الدكة. نعم، أولا تصريح خاطئ، خاصة بالنسبة لقائد فريق، قائد الفريق يمتص الضغط عن اللاعبين مش تزيد الضغط عن اللاعبين لأنك قائد الفريق. تصريحه واضح أنه متأثر جدا مما يحدث له بسبب تراجع مستواه، هذا شيء واضح جدا، خاصة وأنه محرز يمر بفترة صعبة في مسيرته يعني الكروية حتى مع ناديه، لأنه يتلقى انتقادات حتى قبل المجيء إلى كأس إفريقيا. هذا الوضع يعني النفسي اللي يعيشه محرز جلا من خلال هذا التصريح، وتصريح خاطئ. وكما ذكرت في البداية كان عليه الإجابة فوق أرضية الميدان، عوض القول أنه لا يستمع للناس اللي يتحدثوا وراء هاتفهم والتلفاز، لأنك قائد الفريق يجب امتصاص الضغط على المجموعة وما تدخلش في اللعب تاع التصريحات. نعم، ومن جهة أخرى عمر، يعني في كل مرة نستمع للناخب الوطني جمال بالماضي يقول بأننا لا نلتفت لهذه البلاطوهات ولا نلتفت لهؤلاء المحللين، وهؤلاء المحللون نعرفهم جيدا ودائما ينتقدونني وينتقدون رياض محرز، ولكن في كل مرة يعود لي الرد عليهم. يعني في النهاية هؤلاء محللين يأتون كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع إلى البلاطوهات أو إلى شبكة التواصل الاجتماعي أو إلى قنوات اليوتيوب من أجل أن يتكلموا، وأنت مهمتك ليست الرد على هؤلاء وإنما إعطائنا منتخب جميل، منتخب قوي يلعب كرة قدم جميلة يمتع الشعب الجزائري يفوز بالألقاب. مهمتك هي إسعاد الشعب الجزائري، ومن أجل أن تسعد الشعب الجزائري يجب أن تركز على أرضية الميدان، يجب أن تركز على عملك كمدرب ولا تلتفت للرد على فلان أو علان، لأنه دخولك يعني في مثل هذه المتاهات ليس مفيدا لا لك كشخصية جمال بالماضي ولا للمنتخب ولا لهؤلاء المحللين. بالضبط أخي محمد، مؤخرا فقط مثلا التقيت بمحضر نفسي تكلم لي على نقطة مهمة في التحضير للمنافسات الكبرى، قال لي لما المدرب أو الرياضي يقسم الوعي تاعه أو التركيز تاعه على عدة نقاط، الهدف الرئيسي اللي لابد يحقه راح يكون هو الأقل يعني أهمية بالنسبة له، وهذا ما يحدث للأسف مع الناخب الوطني.
في السابق خاصه في الندوات اللي سبقت. اليوم العكس، اليوم انا كنت متفائل لما شاهدت ندوه صحفيه كان اكثر رزانه، لم يجب على عده اسئله استفزازيه، ولكن في السابق نعم، في السابق خاصه لما انتهموا مثلا البلاطوات، كاين بعض البلاطوات ممكن عندهم حسابات، هذيك امر اخر، ولكن فيه اغلبيه البلاطوات هم مراه للمجتمع. لما مثلا المجتمع كله ينتقد رياض محرز، من غير المعقول ان بلاطو رياضي مخصص لكاس افريقيا يتكلم عكس التيار. انا اظن بهذا امر منطقي. فيما يخص الناخب الوطني، نتمنى يكون استخلص الدرس، خاصة اليوم لما شاهدنا ندوة صحفية معا، نظن أنه تكلم على عدة نقاط وكان أكثر رزانة، وظهر لي أنه أكثر تركيزا على اللقاء الغد إن شاء الله. نعم.